السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكو من قناة كباكو تي في. الزوج يعني راجل متجوز قتل مراته ضربها. انا يعني معلش هاخد الموضوع كوميدي شوية، بس ربنا يرحمها وينال جزاؤه هو، يعني هو ربنا يرحمها وهو ينال جزاؤه، ربنا يرحمها وهو ينال جزاؤه، ربنا يرحمها وهو ينال جزاؤه. بس الموقف يعني انا حطيت نفسي مكانه، قتل مراته في الشارع برصاص حي، بام 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 بام. ايه المرأة يعني، خلاص بقى الله يرحمه، يعني ايه الست او المرة اللي تخلي الراجل يوصل انه خلاص انا هقفل، ده انت مرة بنت. بس عشان انا راجل معقد من الجواز والستات لا طبعا مش معقد من الستات يعني، بس معقد من الجواز وما بحبش، ما اعرفش الناس اتجوزت ازاي، ما اعرفش الاجيال ماشيه ازاي وناس بتتجوز وعماله تجيب عيال وتجيب عيال. كان في واحد هندي عمل رفع قضيه على ابوه وامه ان هم جابوه، كنت عايز اعملها مع ابويا وامي والله. بس يعني بر الوالدين بقى، الرسول امرنا امك ثم امك وبر الوالدين وكده، واحنا فينا ذره ايمان فالحمد لله يعني. سلام.